حلية الجد والجدة في أعلى مكان بالمنزل. هذا هو باب العلية. وكيف نصعد لهناك؟ لدي حيلة ذكية. مرحبا يا صغاري. إنها جدتي. هيا اصعدوا. هذه هي عليتنا. واو، إنها مملوءة. أجل، مليئة بالخردة القديمة. بيبا وجورج هنا ليساعدانا برمي بعض الأشياء. جيد، فلنبدأ أولاً برمي الصندوق. لا، ليس هذا الصندوق. هل نحتاج هذه حقاً؟ هذه سفينتي بالزجاجة. وهذه؟ وهذه سفينتي الأخرى بزجاجة. وهذه الأشياء؟ هذه سفني بزجاجاتي، أحتاجها كلها. حسناً، علينا التخلص من شيء ما. ماذا عن هذا الصندوق؟ لا، هذه قبعاتي. يا إلهي، لا يمكننا تحديد مما سنتخلص. أعلم، فليقرر بيبا وجورج. حسناً. لنتخلص من هذه الحقيبة القديمة. أوه، ليس هذه الحقيبة. هذه ليست مجرد حقيبة قديمة. إنه مشغل تسجيلات. وهذا هو تسجيلنا المفضل. أيمكننا تشغيله؟ أجل. أوه، لم نسمعه منذ سنين. يعيدني زمناً. هيا يا بيبا وجورج لنرقص. أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خصي جراندبا بيج وأنهيه. أوه، ابتعد عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جراندبا بيج سأختبئ في منزلي. كل أصدقائي بيبا وصلوا. مرحبا جراندبا بيج. مرحبا يا سوزي، هل أتيتم للعب مع بيبا وجورج؟ أجل، أنا لا أعرف أين هما. لا يوجد غيري وحلزونان آخران هنا. نحن الحلزين، نحن الحلزين. مفاجأة. كنا نتظاهر أننا حلزين. أنا أستطيع أن أصبح حلزين؟ لا أعتقد أن لدينا سلالاً كافية لكم. لكن يمكنكم أن تصبحوا شيئاً آخر، شيئاً ممتعاً في الحديقة. جزر؟ تحب الأرنبة ريبيكا الجزر؟ لا ريبيكا، ليس الجزر. تعالوا إلى هنا. ما هو صوت الطنين هذا؟ إنه آكل من هذا المنزل الصغير. جدي، لما بيت الدمية يصدر صوت طنين غريب؟ هذا ليس بيت دمية يا بيبا، إنه بيت النحل، إنه يدعى قفير. أوه. انظري، ها هي واحدة. ثم آخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو، وظيفة سيدي أرنب رائعة جداً. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد، سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقاً أخرى. تفضلي. تحب بيبا استخدام الخد؟ أحب القيام بوظيفة السيد أرنب. لنكمل الجولة، التالي مكتب سيدة قطة. أهلاً يا بيبا وجورج. مرحباً. وظيفتي تتعلق برسم الأشكال على الكمبيوتر. ثم أقوم بطباعة الأشكال. واو. وها هي نسخة أخرى. أشكرك. إن وظيفة سيدة قطة لطيفة. أيمكنني التجربة؟
أظن هذا دور جورج الآن. هذا صحيح يا جورج، إنه دورك لتقوم بالعمل. يرسم جورج مثلثات زرقاء. والآن سنطبعها. أحب القيام بوظيفة السيدة قطة. أتريدان رؤية مكتبي الآن؟ أجل أرجوك. هذا هو مكتب دادي بيج. وظيفتي معقدة بعض الشيء. أحضر الأرقام الكبيرة وأحولها، ثم أحسب نتائج تلك المعادلات. تبدو وظيفة دادي بيج مهمة جداً. هل تستخدم طابعاً للختم؟ لا. هل تستخدم الكمبيوتر؟ لا، أستخدم أقلام تلوين. هذا لطيف. أظن أنه يمكنني النوم لمدة قليلة. جراني والأطفال يبنون قلعة رملية كبيرة. يحتاجون للكثير والكثير من الرمل. يستخدمون الدلاء لبناء أبراج للقلعة. يا لها من قلعة رائعة. لنعد للمنزل. أين ذهب القارب؟ انظري يا جدتي. لا، إن جرانبا بيج مستغرق في النوم، والقارب ينجرف بعيداً. علينا جميعاً إيقاظ الجد، فلتصيحوا بأعلى أصواتكم. جرانبا بيج، استيقظ! لا، إن جرانبا بيج ما زال نائماً. الجد بعيد، لن يسمعنا. نحن عالقون بجزيرة القرصان. نحن منعزلون. سنظل هنا لمئات السنين. سيكون علينا أكل الفواكه والتوت. وسيكون علينا أكل الحشرات والدود. لقد وصل الأهل كي يأخذوا أطفالهم. أين أنا؟ مرحباً. مرحباً جميعاً. هل استمتعتم بوقتكم؟ أجل، في الحقيقة لقد نسيت شيئاً هناك. سأعود في الحال. انظروا، إنه جدي. نجونا. مرحباً بكم يا رفاق. يا جران بابيج، ظننا أنك نسيتنا. أعتذر عن هذا جراني بيج. أعدك المرة القادمة لن أغط في النوم. يا جورج، أين قبعتك؟ أصيب جورج بالبرد. جورج المسكين، لا تبدو على ما يرام. لا تقلق، سأهاتف دكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث؟ حسناً، ضع جورج بالفراش وسوف آتي على الفور. أشكرك يا دكتور براون الدب، إلى اللقاء. هل سيذهب جورج إلى المستشفى ويأخذ أدوية علاجية؟ لا، جورج عليه الذهاب إلى الفراش. إذن جورج ليس بالفعل مريضاً حقاً. إن هذا مقرف جداً. جورج المسكين، هيا إلى الفراش. جورج، امكث في الفراش لبعض الوقت. لا، جورج لا يريد أن يبقى في الفراش. جورج، إلزم الفراش حتى تشعر بتحسن. لماذا؟ لأنه عليك البقاء دافئاً. لماذا؟ لأن الدكتور براون الدب قال هذا. مرحباً، أين هو مريضي؟ افتح فمك وقل جورج قلق بعض الشيء. بيبا، أنت كبيرة وشجاعة. هيا أري جورج كيف يقول بالطبع. إن جورج مصاب بالبرد. هل يحتاج جورج لدواء؟ لا، لكنه يحتاج إلى بعض من الحليب الدافئ كي يساعده على النوم. شكراً لك يا دكتور. على الروح، إلى اللقاء. أتذكر
أنا جيد جداً في قراءة الخرائط. هذه الخريطة صعبة قليلاً. هل نرتفع أكثر؟ أجل أرجوكِ، أعلى أعلى. المنطاد يرتفع أكثر في السماء. أوه، أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، نحن نطير بداخل سحابة. واو، السماء عادت مجدداً. مرحبا. منطاد كبير، منطاد كبير، أكبر من الشمس والقمر، يرتفع لأعلى في السماء ويطير 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 ويطير. انظر يا تيدي، نحن نحلق عالياً. بيبا، احذري كي لا يقع. تيدي، لقد أوقعت تيدي. لا تقلقي، سوف ننقذ تيدي. تمسكوا جميعاً، سوف ننخفض. الأنسة أرنبة ستجعل المنطاد ينخفض لتنقذ تيدي. أنا لا أرى تيدي بأي مكان. ها هو، علق تيدي بالشجرة. يمكنني استخدام المرساة لإنقاذ تيدي. بروية، بروية، ها هو. داري بيج أنقذ تيدي. تيدي، مرحبا. يا إلهي، لا أحد ينظر إلى أين هم ذاهبون. احذروا، هناك شجرة أمامنا، تمسكوا جيدا. أوه، علق تيدي أولا في الشجرة، والآن علقنا نحن في الشجرة. دادي بيج، أتعرف مكاننا؟ نحن تائهون، صحيح؟ أجل. هذا مخيف. جورج، لقد صنعت لك بطاقة معايدة، أيمكن أن تخمن ما هي الصورة؟ جورج لا يمكنه. أنا كنت سوف أرسم لك وردة. جورج لا يحب الورود، لكن في النهاية رسمت لك ديناصور. هذه رسمة جميلة يا بيبا. أجل، أنا بارعة جداً في الرسم. الآن سوف نذهب لمكان مميز كي نحتفل بميلاد جورج. أجل، هيا بنا. إلى أين سنذهب؟ سترون. العائلة ستذهب للاحتفال بعيد ميلاد جورج. هل سنذهب إلى السيرك؟ لا، سنذهب إلى مكان رائع. هل هي السينما؟ لا، مكان أفضل. أنا لا يمكنني التخمين. إلى أين هم ذاهبون؟ لقد وصلنا. وصلت العائلة إلى المتحف. لما نحن في المتحف يا أبي؟ تعالوا وسترون كيف سيكون الاحتفال بجورج. جورج، ما أكثر شيء تحبه في العالم بأكمله؟ ديناصور. ديناصور. في عيد ميلاد جورج زاروا حجرة الديناصور بالمتحف. الديناصورات العجوزة السخيفة ثانية. ديناصور. لا تخف يا جورج، ليس ديناصورا حقيقيا، إنه مجرد آلي. انظر، عندما أقف بهذه المنطقة. أيمكننا اللعب بالأعلى الآن؟ أجل، لنلعب لعبة التنكر. أنا كنت أسأل ليو. رار. ليو يقول إنه يحب لعبة التنكر. رائع، تعال يا ليو. بيبا وسوزي تلعبين لعبة التنكر. بيبا سوف تصبح جنية. سأحقق لك أمنية واحدة. أمنيتي هي أن أصبح الملكة سوزي. والأسد ليو سوف يصبح مهرجاً. لا يريد أن يكون مهرجاً، يريد أن يكون الملك. ها هو دادي بيج. مامي بيج قالت لي لديك زائر مميز. إنها سوزي فقط يا دادي بيج. ألا يوجد أحد آخر يا بيبا؟ هناك شخص آخر، الملك الأسد ليو. رار.
تشرفت بمعرفتك أيها الملك ليو. يتظاهر دادي بيج أنه يرى الملك ليو. أيمكنني القول إن لبدتك الذهبية رائعة؟ أجل، إنها رائعة جداً، ويرتدي أفضل بنطال أحمر لديه. أجل. وأيضاً سترته الزرقاء. بيبا المضحكة، ليو لا يرتدي سترة زرقاء، يرتدي قميصه الأخضر المفضل. لونه أخضر مائل للزرقاء. بيبا، سوزي، أصدقاؤكم هنا. أصدقاء بيبا وصلوا، جميعهم يرتدون أحذيتهم. لنقفز في برك الطين. أجل. أواثقة أن ليو يمكنه القفز في البرك دون حذائه؟ أوه، نسيت، ليو يرتدي حذاءه أيضاً. انظروا إلى ليو. يحمل قماش لوحاتي. وما قماش اللوحات؟ إنه مثل الورق يا بيبا، لكنه خاص برسوماتي. هذا معجون وأسنان؟ لا يا بيبا، إنه طلاء خاص بالفنانين الكبار. الآن، أي لون علينا البدء به؟ أحمر أرجوك. لما الأحمر يا بيبا؟ لأن الأحمر هو لوني المفضل. لكن علينا أولاً رسم السماء. انظري، أي لون هي؟ أزرق بالطبع. جيد جداً، لنبدأ باللون الأزرق. لنرسم شجرة الكرز، سنحتاج اللون الأخضر. لكن لا يوجد لون أخضر. لا يهم، إن خلطنا اللون الأزرق باللون الأصفر سنحصل على الأخضر. الأزرق والأصفر ينتجان الأخضر. أوه. ورق أخضر جميل، وها هي بعض الأعشاب. وماذا عن الفروع؟ ليس لدينا لون بني. يمكننا صنعه، سنخلط الأخضر مع الأحمر. الأخضر والأحمر ينتجان البني. أوه. دادي بيج رسم جذع الشجرة وفروعها. أيمكنني رسم الكرز؟ أجل يا بيبا، ضعي إصبعك في الطلاء ولوني على الشجرة. واحد، اثنين، ثلاثة. أحسنتي، الآن دور جورج. يا لك من رسام رائع يا جورج. الآن الرسمة انتهت. مرحى. أوه، إنه البط. أهلا سيدة بطة، نحن نرسم لوحة. البط يمر على لوح دادي بيج. هش هش، بط مشارب. أيها البط، ابقوا بعيدا عن رسمتنا. كيف حال شاحنتك الصغيرة؟ شاحنة صغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل. جدي، أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني، إن كنت تحب اللعب بالقطار. شكراً يا جدي. أراك لاحقاً. الأنسة أرنبة تقود الحافلة. وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. كل أصدقاء بيبا هنا. هل يمكننا ركوب القطار؟ أقوم بجولة تعليمية بالحافلة للأطفال الصغار. هل القطارات تعليمية؟ أجل، بالتأكيد. ليرفع يده من يريد ركوب القطار الآن. أنا. وليرفع يده كل من يريد البقاء في الحافلة. حسناً، لتذهبوا إلى القطار وسأتبعكم بالحافلة. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم. الكثير من الطين. لا نريد أن نعلق في الطين، ربما علينا الذهاب بطريق مختلف. إنها مجرد بقعة من الطين. هيا يا جيرترود، يمكنك فعلها. هيا هيا يا حافلة، ستفعليها. الحافلة علقت بالطين. يا إلهي. أهلا يا أنسة أرنبة، كيف حالك؟ أنا عالقة، أتستطيع مساعدتي؟ بالطبع. أشاحنتك قوية كفاية؟ ثقي بي.
جورج يفكر. ويمكنك اللعب بألعابي. جورج يفكر بجدية. حين نعود للمنزل ستلعب بكل ألعابي. لقد قرر جورج. يا له من رضيعٍ لطيف. ها هي القطة كاندي والحمل سوزي والأرنبة ريبيكا وزوي. أهلاً. لماذا جورج في عربة الدمية هذه؟ هذا ليس جورج، إنه طفل رضيع. جوجو. لكن هذا جورج. جورج يدعي أنه رضيع. أهو فتاة أم صبي؟ إنه فتاة. لا، جورج لا يريد أن يكون فتاة. حسناً، إنه صبي. أنا لدي بعض البسكويت، أيود الطفل الرضيع واحدة منها؟ أوه لا، لا يمكنه أكل البسكويت. جورج يحب البسكويت. ربما يمكنه تناول واحدة. إنه ذكي جداً وأيضاً وسيم للغاية. مضحك جداً. إنه أفضل طفل رضيع على الإطلاق. جورج يحب هذه اللعبة. ها هي أنتي بيغ وألكساندر الرضيع. واو، طفل صغير رضيع حقيقي. إنه جميل جداً. ألطف بكثير من جورج. جورج أحب كونه الطفل الرضيع. أوه جورج، ستكون دوماً طفلي المحبوب الرضيع. حان وقت لعبة جديدة. ماذا عن مطاردة الديناصور؟ مخيف جداً. جورج أحب كونه الطفل الرضيع، لكنه يحب كونه جورج أكثر. مامي بيغ، توقفت عن التبديل. آسفة، كنت أستمتع بالمنظر. بيبا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل. كل أصدقاء بيبا هنا. أهلاً بيبا. مرحباً. سوف نتسابق بدراجاتنا. بيبا، أتريدين التسابق أيضاً؟ حسناً، طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل. حسناً. بيبا وأصدقاؤها يتسابقون لأسفل الجبل. أنتم مستعدون؟ مستعدون. يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق هكذا. بيدرو انطلق مبكراً. توقف يا بيدرو، السباق لم يبدأ بعد. آسف دادي بيغ. كنت فقط أخبركم أن البوق صوته هكذا. آسف يا بيدرو، كانت غلطتي هذه المرة. عندما أطلق البوق ثانية انطلقوا. هل قال انطلقوا؟ أعتقد انطلقوا انطلقوا. هيا يا بيبا. لكن يا أبي، أنت لم تطلق البوق. الكلب داني في المقدمة. انتظروني. أنا فزت. أحسنت يا بيبا. أجل، أنا ماهرة بالقيادة لأسفل الجبل. حان وقت رحيل أصدقاء بيبا. إلى اللقاء يا بيبا. وداعاً. وقت رحيلنا أيضاً يا بيبا. أمي، أنا متعبة جداً. كل تلك القيادة لأعلى ولأسفل قد أتعبت قدمي جداً. أيمكنني ركوب دراجتكم؟ لكن أين سيجلس دادي بيغ؟ أبي يمكنه ركوب دراجتي، إنها جميلة جداً. أوه، حسناً. أنا ملك القلعة. كل قلعة تحتاج لراية. واو، الفتيان لديهم راية. نحن لا نحتاج لراية تافهة. ها هي جراني بيغ. مرحباً بكن، أجلب لكن شيئاً. راية أرجوكي. ويجب أن تكون أفضل من راية الفتيان. سأرى ما بإمكاني. أنا ملك القلعة. كل قلعة تحتاج لهاتف. أمسك هذا. أبقي الحبل سليماً ومشدوداً وسيمكنك التحدث معهم. لا نريد التحدث مع الفتيان. لا نريد التحدث مع الفتيات. آه.
جراني بيج وجدت راية لمقر الفتيات. الفستان سيكون راية جميلة. شكرا جدتي. إنها ليست جيدة كراية الفتيان. أتمنى لو أننا في القلعة. الأميرات الجنيات يعيشن في القلاع. لو كنت أميرة جنية كنت سأعيش بمنزل الشجرة. هل نستطيع القدوم إليكم؟ أرجوكم. فقط لو قلتن إن القلعة هي الأفضل. إنها بالفعل الأفضل. أنا سأظل بمنزل الشجرة. أنا أحب القلعة جداً. يا إلهي، إنها تمطر والقلعة ليس بها سقف. هيا إلى منزل الشجرة. لا، لن أغادر قلعتي أبداً. الآن ماذا سيحدث؟ مرحبا جميعا. أهلا بيبا، هل استلمت رسالتي بخصوص الحفل؟ أجل، ولقد كتبت لك ردا. هذا رائع. يا إلهي، الكثير من الرسائل اليوم. وهذه هي رسالتي لك، إنها مهمة جدا جدا يا زوي. أهي لي؟ أيمكنني فتحها الآن؟ إنها لك يا زوي، لكن يجب توصيلها قبل فتحها. هذه هي وسيلة البريد. أوه. وبهذا الكم الذي يجب توصيله اليوم علي البدء الآن. أيمكن أن نأتي معك أنا وجورج؟ اصعدا يا بيبا وجورج. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يساعدان سيد حمار وحشي. إن هذا منزل زوي. هذه الرسالة موجهة إلى الآنسة زوي، وهذه للآنسة زوي، وهذه لزوي، وهذه لزوي، وهذه لزوي. كل البريد لزوي. وهذه هي رسالتي، أيمكنني إرسالها؟ بالطبع. بيبا تحب إرسال الرسائل. أمي، انظري، كل هذه الرسائل لي. أوه، رائع. أيمكنك قراءتها لي؟ عزيزتي زوي، أتشوق لحضور حفلتك من الكلب داني. الحمل سوزي ستأتي لحفلتك. وريبيكا، بيدرو، أميلي، كاندي سيأتون جميعاً لحفلتك. وهذه الرسالة مني أنا، تقول: نحن قادمان إلى حفلتك، حبي واعتزازي بيبا وجورج. الجميع قد وصل لحفل زوي. عيد ميلاد سعيد يا زوي. واو، هدايا كثيرة. أعرف طريقة لصنع الفقاعات. ضع العصا في الخليط ثم ارفعها ولوح بها. فقاعة. سوف يكون أفضل لو ركضت. انتظرني. جورج يستمتع بالفقاعات وبيبا تستمتع بفقاعتهم. أوه، أحب الفقاعات. يا إلهي، انتهى خليط الفقاعات. لا يوجد خليط فقاعات. لا تقلقي بيبا، لدي فكرة. مامي بيج، أحضري دلواً من فضلك. حسناً، سأفعل. بيبا، أحضري صابوناً. حسناً دادي بيج. جورج، أحضر مضرب التنس. دلو، صابون، مضرب تنس. ما الذي سيفعله دادي بيج؟ أولاً، أحتاج ماءً، ثم صابوناً، والآن أحتاج مضرب التنس. شكراً، شاهدوا هذا. رائع! ياه! دادي بيج صنع خليط الفقاعات. تعالوا جميعاً. احذر دادي بيج كي لا تقع. سأكون بخير. أوه.